بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة والسيادة، ممثلي الجمعيات السياسية، السيدات والسادة المشاركون في هذا المؤتمر، الأخوات والإخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر وعن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومركز الدراسات والبحوث بها، أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر، وأخص بذلك كل الإخوة والأخوات الذين سيثرون المؤتمر بأفكارهم، بأوراق العمل التي قدموها، وبمناقشاتهم ومداخلاتهم، وأولئك الذين كان لهم جهد كبير في عملية التخطيط والتنظيم والمتابعة والتنفيذ، وللصحفيين المتعاونين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، والشكر أيضا لكل ناشط سياسي وحقوقي مهتم بأمر الديمقراطية وحضر هنا ليستمع إلينا ويسمعنا رأيه، ولنادي العروبة العريق الذي سهل علينا عقد هذا المؤتمر واستضافنا، ولأولئك الذين عملوا ليل نهار في اللجنة التنفيذية دون كلل وملل، متحدين كل الصعوبات. وهناك فئات وشخصيات تستحق الشكر والتقدير ربما يفوتني تعدادها وذكرها. إليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أتقدم بالشكر الجزيل، وأعتذر لكم سلفا عن أي قصور وتقصير. أيها الإخوة والأخوات، يجيء المؤتمر الحالي تحت مسمى التغيير الديمقراطي في البحرين، وشعاره الديمقراطية حق وإرادة شعب، ويستهدف تقديم عرض تحليلي لمسيرة الديمقراطية في البحرين وتصور لمستقبلها. تركز محاور المؤتمر على مسيرة الديمقراطية في البحرين والتحديات والمعوقات التي واجهتها، والحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية منذ حل البرلمان وعطل الدستور، وعطل العمل بدستور 1973. يشارك في هذا المؤتمر نخبة من أصحاب الفكر معروفون بإخلاصهم وعمق إيمانهم بالكرامة الإنسانية وحبهم لوطنهم وشعبهم، ولهم في كل مجال فكري صولات وجولات، فليسوا هم ممن يعتري الشك في صدقه وقوله، ولقد عاصر بعضهم مسيرة الديمقراطية في البحرين منذ بداياتها، وكان ممن عرك أحداثها وتفاعل مع كل جنباتها، وبحق هم شهود صدق في هذا الموضوع. وكنا أردنا أن يكون هذا المؤتمر جامعاً لكل الأطياف السياسية في البحرين، وبالأخص منهم من ينشدون الديمقراطية ويصفقون لها، ولكن الحال أيها الإخوة والأخوات حال بيننا وبين أن نجمع كل أولئك في هذا المؤتمر، ولكننا
لم نفقد الأمل بعد، فالبحرين هي البحرين الثرية بأهلها، الغنية بفكرها، المنيعة على التطرف، البعيدة عن كل فتنة طائفية. إلى جانب هذا المؤتمر أقمنا فعاليات مصاحبة أخرى نأمل أن توصل رسائل إيجابية لكل أصحاب القرار. فهناك معرض ببعض الصور وفيلم وثائقي سيعرض إن شاء الله، وبعض المقابلات الشخصية لعدد من المشتغلين بالسياسة والفكر. يأمل المنظمون أيها الإخوة والأخوات لهذا المؤتمر أن يساهم هذا الجهد المتنوع الذي تشارك فيه مجموعات أيضا متنوعة ذات خبرة ثرية في العمل البرلماني والسياسي والاجتماعي، أن يتمكن من تسليط الضوء على محطات مهمة في مسيرة الشعب المطالب بالديمقراطية، وأن يقدم تصورا مستقبليا يساهم في تحقيق حلم الشعب في ديمقراطية حضارية تواكب الديمقراطيات في البلاد المتحضرة. أكرر شكري للجميع وأعتذر عن التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.